إذن مشاريع إنسانية متواصلة تطال كافة نواحي حياة الإنسان، وفي المحافظات المحررة في اليمن تتوالى المشاريع التي نسلط الضوء على أحدثها بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني. في الوقت الذي تحتفل فيه الإمارات العربية المتحدة بذكرى يوم زايد للعمل الإنساني، تمضي الدولة في خطى واثقة في مواصلة دعمها لليمن وتطوير كل مناحي الحياة هنا. مشاريع متنوعة تستهدف كل القطاعات الأساسية والضرورية، لعل من أهمها كان إعادة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الحياة لمحطة كهرباء المخا، ثاني أكبر المحطات الكهربائية بعد توقف دام أكثر من عامين على مدن الساحل الغربي. يتزامن ذلك مع قيام الهيئة بافتتاح محكمة التوثيق بمديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن بعد عمليات الترميم والتأهيل في إطار الجهود الكبيرة لإعادة عمل المؤسسات العامة. نحب أن نشكر الهلال الأحمر الإماراتي لإقامه بعمل إعادة ترميم وإعادة تأهيل قلم التوثيق للشيخ عثمان، مبنى المحكمة هذا اللي يسهل الكثير على العمل بمواطنين الشيخ عثمان والمناطق المجاورة. الفرحة لا تكاد أن توصف، يعني بالنسبة للمواطنين بالذات في هذه المنطقة التي تعاني من جو خانق وحرارة شديدة جدا، أيضا إعادة الكهرباء بعد فترة استمرت سنتين لها تأثير كبير جدا جدا على المواطنين. الشكر الجزيل طبعا بعد الله سبحانه وتعالى للأخوة في الهلال الأحمر الإماراتي. هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومن خلال عملها الدؤوب للنهوض بالجانب التعليمي كذلك وقعت عددا من العقود مع مكتب التربية في محافظة الضالع لبناء 3 مدارس كانت قد دمرتها الحرب بشكل كلي. نشكر قيادة قيادة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بالهلال الأحمر الإماراتي على ما قدمته وما زالت تقدمه والذي ستقدمه في المستقبل في عادة إعمار الضالع. مشاريع إنسانية متنوعة منها إغاثية وغذائية تستهدف سكان القرى والمناطق النائية والفقيرة على طول وعرض المحافظات المحررة، وإسهامات طبية وصحية متواصلة تهدف لكبح انتشار الأمراض الفتاكة وغيرها من المشاريع التي لامست هم الإنسان اليمني وخففت من جراحه. مع حلول يوم زايد للعمل الإنساني يستمر تدفق العطاء الإماراتي بمزيد من المشاريع الكبيرة وبالعمل الجبار على الأرض بالإغاثة والتنمية لتخفيف جراح أناس أنهكتهم الحرب. عماد حيدر لأخبار الدار عدن.